ايهاب، رأيك يا ابراهيم؟ انا بشوف في تحديدا في مباراه الوداد مع سان داونز الافضل للوداد ان هو يلعب مباراه الذهاب في ارضه. الوداد حتى وهو بيلعب في ارضه زي ما خليفه استعرض الموسم اللي فات 0-0، هو الوداد رايح والضغط كله على سان داونز، هو اللي مضغوط ان هو مطالب ان هو اللي يسجل. الوداد كفريق هو بيعرف يلعب سان داونز، اسلوب لعب الوداد بيتناسب مع سان داونز ان هو بيعرف يلعبه ازاي، ودايما الوداد بيبقى عنده القدره ان هو يسجل على سان داونز في جنوب افريقيا، فبالتالي الوداد بيبقى داخل مباراه في مباراه المغرب بيبقى حاطط هدف قدامه. طبعا ان هو يحقق الفوز ده الهدف رقم واحد، لكن بشوف الهدف الاهم اللي بيركز عليه دايما الوداد في مواجهه سان داونز في المغرب ان هو ما يستقبلش هدف من سان داونز، لان بيكون دايما عنده القدره ان هو يهز شباك سان داونز في جنوب افريقيا. فبشوف مع اسلوب لعب الفرقتين مع التفوق التاريخي للوداد وقدرته على مواجهه سان داونز الافضل ان هو يبدا النهائي في ملعبه، يقدر يخرج بالمباراه بالنتيجه اللي هو عايزها، وبيبقى داخل مباراه العوده والضغط دايما على سان داونز. حتى لو النتيجه مش خادمه الوداد قوي بتعادل بيبقى الضغط على سان داونز ان هو في ملعبه ووسط جمهوره. لعيبه سان داونز لعيبه مش ما بيتحملوش الضغط بشكل كبير، مش لعيبه تنافسيه بشكل كبير، هم بنحس اوقات ان هم لعيبه نازله تستمتع بتتبسط بالكوره، فبيلعبوا الكوره الهجوميه دايما واللعب المفتوح، والوداد بيحب الجيم داون. فلما بيبقى داخل الماتش الثاني وسان داونز وسط جماهيره فبيبقى مطالب ان هو يهاجم اغلب الوقت ودايما فاتح ملعبه، هنا الوداد بيلاقي الفرصه ليه ان هو يقوم بالدور ان هو يسجل اهداف، عكس لو الماتش الاياب في المغرب فخلاص الوداد لعب في جنوب افريقيا سان داونز حقق نتيجه ايجابيه، مش هيبقى سان داونز مجبر ان هو يطلع يهاجم الوداد، فبالتالي مش هيبقى الجيم اللي الوداد عايزه كلقطه ختاميه ان هو يحسم بيها البطوله. فبشوف في حاله الوداد وسان داونز الافضل ان الوداد يستضيف المباراه الاولى، دي ميزه للوداد الاول يقدر يخرج بالمباراه بالشكل اللي هو عايزه، بعد كده يحط سان داونز هو اللي تحت الضغط وبيقدر هو يلعب سان داونز في جنوب افريقيا بشكل كويس جدا. بنتمنى ان شاء الله ان فريق الوداد يقدر يستغل يعني الانطلاقه ومباراه الذهاب على ارضه بافضل شكل ممكن، يخرج باحسن نتيجه ايجابيه من هذا اللقاء.